السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فراس معوض من قناة FM فوركس سيجنالز. الأسبوع القادم إن شاء الله حيكون في عنا فرصتين. أول فرصة حتكون على زوج الأمريكي ياباني، خلينا نشوفها. هذا فريم الساعة بالنسبة لزوج الأمريكي ياباني، زي ما أنتم ملاحظين على فريم الساعة الزوج ارتد يوم الجمعة بقوة من مؤشر الموفينج افريج 200. طبعا الموفينج افريج 200 يعتبر هو عبارة عن ترند متحرك قوي يمكن استعماله لتحديد الاتجاهات. بما أن السعر تحت الموفينج افريج 200، نرى هون ارتداد بقوة يوم الجمعة بآخر شمعة، وهذا يدل على أن الزوج مستمر إن شاء الله بالنزول خلال الأسبوع القادم. طبعا حينزل لمستويات، ثواني هنعدد المستويات حاليا. طبعا أنا عم بلغي المؤشرات لأنه عشان يكون الشارت واضح. متوقعين السعر يوصل لعند مستوى 104.13. ننتقل الآن للفرصة الثانية خلال الأسبوع القادم، هو زوج النيوزيلندي دولار. طبعا هذا هو الفريم اليومي زي ما انتم بتلاحظوا. في هناك دايفيرجنس حاصل بين الماك دي، مؤشر الماك دي هو مؤشر ممكن استعماله في الكونفيرجنس دايفيرجنس ثيوري. زي ما انتم ملاحظين قمم الصعود للزوج تدل على انه الزوج في مرحلة الصعود، ولكن اذا لاحظتوا الماك دي إذا رسمنا القمم، إذا رسمنا خط من القمم في نفس المكان فنلاحظ أنه يكون في هبوط، فهذا مؤشر ودليل على أن الزوج في مرحلة هبوط. طبعا الزوج هيهبط من هذا المستوى، ويوم الجمعة كمان مبينة شمعة هبوط، آخر شمعة إغلاق يوم الجمعة، الشمعة اليومية هي شمعة هبوط. راح نتوقع إن شاء الله الأسبوع القادم إن الزوج يلامس مستويات 0.63997. هيكون إن شاء الله هدول هم فرصتين قويتين الأسبوع القادم، وإن شاء الله حتضرب الأهداف. طبعا ما في بالفوركس حاجة اسمها 100%، بس إن شاء الله على حسب التحليل الفني خلال هذا الأسبوع أتوقع إنه هاي هي حتكون فرص قوية بنسبة تتراوح بين 75 ل 85%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم فراس معوض من قناة FM فوركس سيجنالز.